السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن المنشأ المائي الجديد وهو الهويس. الهويس هو منشأ مائي تعمل على المجاري المائية الملاحية بغرض استمرار الحركة الملاحية لما يكون في عندي فرق في مناسيب المي. تمام، ده التعريف بتاعه باختصار يعني. فالمحتويات بتاعتنا الخاصة بالهويس عبارة عن definition and function general description classification the main item of nomination look time of filling and orienting dimension and structure design. اللوكس يعني ده التعريف بتاع الهويس، هو يعني أحد المنشآت المائية اللي بيتم إنشائها يعني في القنوات والمجاري المائية في المواضع أو الأماكن اللي بيكون فيها فرق في مناسيب المية بغرض استمرار الحركة الملاحية. طبعا أماكن تواجد الهويس أو أماكن إنشاء الهويس بتبقى بجوار الهيدنج اب ستراكشر زي الدامز والويرز والريجوليتور، لأن المنشآت دي بتسبب فرق في مناسيب المياه بين الأمام وبين الخلف. ممكن برضو أعمل الهويس في تقاطع مجريين مائيين ملاحيين، بس بيكون في فرق في مناسيب المياه ما بينهم، زي مثلا لو في عندي ترعة ملاحية وفي مصرف ملاحي، أو مش شرط يكون يعني ترعة ومصرف، في مجريين مائيين ملاحيين بس في فرق في مناسيب المياه ما بينهم. وممكن برضو أعمله على نفس المجرى المائي الواحد، يعني لو عندنا مثلا مجرى مائي وحصل فيه دروب زي اللي كان بيحصل مثلا وكنت بنشئ له ستيب دوير والكلام دون، فأنا ممكن أعمل لما يكون عندي دروب في سطح ما نتيجة مثلا ووتر فول أو حاجة، فبعمل برضو المنشأ بتاعي بغرض استمرار الحركة الملاحية، لأن المركب أو الوحدة الملاحية بتاعتي لازم تبقى ماشية يعني في مسار سموز. المركب مش هتيجي تنط كده بالمنسوب العالي المنسوب الواطي. تمام، ده شكل موجود يعني بيوضح التقاطع ما بين ترع ومصرف ملاحي، وعلشان الحركة الملاحية تستمر من الترع للمصرف أو العكس من المصرف للترع، فبيتم إنشاء الهويس، وبيبقى عندنا هويسين في الحالة دي، هويس هنا وهويس هنا. وممكن الهويس ده بعمله على قناة جانبية أي، أو يعني ممكن يبقى في أربط ما بين الترع والمصرف بقناة جانبية بالشكل ده كده، يعني بالناحية دي والناحية دي. ودايما بوابات الهويس بتقفل في اتجاه المنسوب المية العالي. تمام، تشغيل الهويس اللوكو دريشن. لو انا عندي مثلا عايز الوحدة الملاحية او المركب بتاعتي في الوضع رقم واحد وعايز اوصله الوضع رقم اربعة، الهويس يعني باختصار هو يعني غرفة مزودة ببوابات. تمام، فنيجي مثلا لو عندي الوحدة الملاحية في الوضع رقم واحد وعايز اوصله الوضع رقم اربعة، فباجي يا باشمهندسين اروح جاي فاتح الخلفط اللي موجودة يعني في جوانب الحوائط أو في البيت بتاع المجرى المائي أو الحويس، والمية بتبدأ تتحرك من المنسوب ده لحد ما تملأ غرفة الحويس لحد ما تساوي منسوب المية ما بين النقطة واحد والنقطة اتنين. وبعد كده أبدأ أفتح البوابات بتاعتي وأحرك المركب من الوضع واحد للوضع اتنين، وأقفل البوابات وأقفل الكلفرت اللي هي سببت لي عملية الملء، وبعدين أروح جاي فاتح الكلفرت اللي موجودة هنا، فالمية هتبدأ تيجي من المنسوب العالي وتدخل هنا لحد ما المية تبدأ ترتفع من منسوب اتنين لحد منسوب تلاتة، وبالتالي ترفع معاها المركب أو الوحدة الملاحية. وبعدين أروح جاي قافل الكلفرت دي وأروح جاي فاتح البوابات بتاعتنا وحرك المركب من الوضع رقم تلاتة لوضع رقم أربعة. تمام، لو عندي المركب جاية من وضع رقم واحد لوضع رقم آسف من وضع رقم أربعة عايز أوديها لوضع رقم واحد، نفس الفكرة بالظبط يعني. عندنا مثلا يعني ندخل مثلا نشوف فيديو كده بسيط على اليوتيوب، عندنا أشهر يعني مثال الأهوسة في العالم كله هي الأهوسة اللي موجودة على قناة بنما. Good trends from that. فده كده
يعني لو شايفين ده وضع بنما، دي دولة بنما، وقناة بنما بتربط ما بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. لو نبص هنا دي البحيرة، هي قناة بنما غير قناة السويس، يعني ما بتربطش ربط مباشر ما بين المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي، إن هو الربط مباشر. يعني قناة السويس بتربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ربط مباشر، بحيث إن القناة نفسها المية اللي موجودة في القناة نفسها مية مالحة، فده ربط مباشر. لكن الوضع مختلف في قناة بنما. قناة بنما زي ما انتم شايفين دي دولة بنما، ودي بحيرة كانت موجودة في بنما. وطبعا يعني الناس الوضع ده في يعني فكروا فيه تقريبا سنة 1700 وشوية أو 1800 وشوية، وحاولوا فيها أكتر من مرة الفرنسويين وبعد منهم الأمريكان. وصلوا ما بين البحيرة وما بين المحيط الأطلنطي، ووصلوا ما بين البحيرة وما بين المحيط الهادي بالشكل ده كده، لحد ما وصلوا لأن هم عملوا قناة تربط ما بين المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي. بس طبعا كان في فرق كبير في المناسيب، لأن هم ما ربطوش، يعني ما وصلوش المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي مباشرة مع بعض. لا ده هم يعني زي ما قلنا قبل كده ان هم عملوا امتداد من البحيرة لحد المحيط الهادي، وامتداد من البحيرة لحد المحيط الأطلنطي. تمام، ففي فرق في المناسيب ما بين البحيرة وما بين المحيط، سواء المحيط ده او المحيط الثاني. تمام، فجم بقى عملوا فكرة الحوز. يعني تخيلوا مثلا الشكل ده كده، المركب جت دخلت. تمام، ده كده اليابسة. تمام، وده منسوب المية في احد المحيطات، وليكن المحيط الهادي. تمام، فاليوم راحوا جايين عاملين الأهوسة بالشكل ده كده، أدي الحويس التاني التالت، تلات أهوسة على التوالي. أو نبص هنا، فتحوا البوابة، المركب دخلت، وبعدين هيبدأوا يخلوا منسوب المياه هنا زي منسوب المياه هنا، ويفتحوا البوابة بحيث إن المركب تبدأ تدخل في الناحية دي، وبعدين يقفلوا البوابة ويخفضوا منسوب المياه هنا ويقعدوا منسوب المياه هنا بحيث إن المنسوب تبقى واحدة، لحد ما يطلع المركب بتاعتنا وتبدأ تمشي في منسوب المياه في البحيرة، ومن خلالها برضو القنوات الملاحية اللي هم عملوها. لو نركز هنا برضو في الفيديو دي، هنلاحظ إن في 3 أحوسة في مدخل القناة، وفي هوسين في الناحية التانية. تمام، في 3 أحوسة على مدخل القناة، وفي حوسين في الناحية التانية علشان خاطر فرق المناسيب الكبير ده. طبعا يعني هبعت لكم اللينك بتاع اليوتيوب دوت، الناس تتفرج عليه. ده شكل الأحوسة بتاعت بنما، وده الأرصفة والحوائط بتاعة القناة بتاعة الحوسة، آسف. ده يعني بيوضح طبعا المسارات اللي هي يعني بديلة عن مسارات قناة بنما. طبعا الفيديو ده برضه بيوضح المسارات ما بين النقطة دي والنقطة دي، لو هو هيمشي على قناة بنما ولو هو هيمشي في قناة السويس هياخد المسار المهون، وطبعا بيقارن ما بين المسارات المختلفة. وده يعني الفيديو ده تشوفوه بالتفصيل أكتر، يعني عشان خاطر بس الوقت بتاع التسجيل. تمام، فنرجع للكورس بتاعنا. مناسيب المياه في غرفة الحويس ممكن إن أنا أرفعها وأنزلها، أو يعني أعمل عملية الملء والتفريغ باستخدام سايد كالفرت وذا فالف، يعني برابط جانبية مزودة بمحابس. تمام، ده شكل بلان الحويس، هنوضح فيه الحوائط بتاعتنا. يعني ده البوابة بتاعة الحويس أهي، وده البوابة التانية، وادي عندنا الحوائط الموجودة على اليمين أهي، كل دي حوائط، وده على الشمال كل دي حوائط. تمام، والخطوط الداش دي هي عبارة عن السايد قلبة اللي هي مسؤولة عن عملية الملء وعملية التفريغ الخاصة
بغرفة الحوض، تمام؟ وده بروكس علشان خاطر أثناء الصيانة أو حاجة بقفل المية عن طريق البروكس دي لما هعمل صيانة في البوابات. وده شكل قطاع عرضي بيوضح الحوار بتاعة الحويز جواها السايد كارتر. العناصر الرئيسية للوك عندنا هي عبارة عن أول حاجة غرفة الحويز اللي بتشمر، بالإضافة للسايد وولز الحواف الجانبية يعني بتشتمل على يونج وول حوار توجيه وثراست وول الحوار اللي هي بيبقى فيها الجزء بتاع البوابة بنسميها ثراست وول حوار الضغط، اللاندنج وول أند جايد بير. الجيتس بتشتمل برضه على الداون ستريم اند اب ستريم جيتس والسايد كالفر بالاضافه الى بريدج لاستمرار الحركه المروريه لما يكون المنشا الهاوس بتاعنا بجوار منشا زي القناطر وزي الفضارات لما يكون في عندي حركه مروريه اعلى القناطر او اعلى الفضارات. ده شكل توضيحي كده بيوضح الحوادث المختلفة للحواجز. الجزء من الحيط يعني كل ده كده من أول هنا لحد الآخر ده كده كل دي حيط، وده برضه نفس الفكرة من أول هنا لحد الآخر ده كده كل ده حيط، تمام؟ بس كل جزء من يعني كل جزء بنسميه اسم يعني، تمام؟ يعني الجزء اللي راكب فيه البوابة أهي، البوابة الأمامية الأبستريم جيتس وجواها السايد كالفر تبقى واخد من قدام البوابة المشرفة اللي ورا البوابة على طول كده، الجزء ده كده بنسميه ثراست وول حائط الضغط، تمام؟ طيب الجزء التاني برضه اللي هو فيه بوابة اسمه ثراست وول، والجزء اللي موجود في الداون ستريم اسمه ثراست وول نفس الفكرة. لكن الجزء بقى اللي هو موجود عندي هنا لو ده كده أمطرة وبتسبب فرق المناسيب فعملت جنبها هويس. الجزء اللي هو فاصل ما بين الهويس وما بين المجرى المائي اللي هو مواد المياه المباشرة للأمطرة بنسميه الجايد بير. الجزء المناظر للجايد بير الناحية التانية بنسميه اللاندنج وول. فاللاندنج وول دي دايما بيبقى فيه هنا مياه في غرفة الهويس أو أساسا مبيبقاش فيه مياه، بس الناحية التانية بيبقى فيه إيه صويا، تمام؟ بيبقى اللي هو الأرض الطبيعية بقى. فالجايد بير بيبقى في الغالب فيه مياه هنا ومياه هنا، لكن اللاندنج وول بيبقى فيه ميه هنا والناحيه دي بتبقى صلب زي اي ريتيننج وول عاديه خالص. الكلاسيفيكيشن اوف لوك، نيجي على تصنيف الهويز. في عندنا نوعين رئيسيين من الاهوزه. النوع الاولاني اللي هو الموفابل لوك تشامبر. فالموفابل لوك تشامبر ده بيبقى غرفه الهويز نفسها، الهويس على بعضه كده او الغرفه بتاعته بتتحرك، فممكن يعني زي ما هنا موجود الموفابل لوك شامبر such as moving basin chamber in inclined floor or vertical elevator. In this type of lock the chamber is constructed of steel plates supported with the truss system of steel member and lock chamber moved vertically between upstream and downstream water level or inclined floor. تمام، ده النوع الاولاني من الاهوسه. النوع الثاني من الاهوسه اللي هو غرفة الهويس ثابتة، تمام؟ منشأ بنشوفه في الصويل يعني على الصويل كده زي الصور اللي احنا كنا لسه شايفينها وهنشوفها في خلال الكورس بتاعنا، تمام؟ فالفيكسد لوك ده هو ده اللي هندرسه وهو ده اللي هنكمل الدراسة فيه إن شاء الله، تمام؟ في المنشأ ده اللي هو في هذا النوع لوك تشامبر كومبوزد اوف فيكسد كونستراكتد اليمنت سيستم اوف سايد كالفر اوف سايد ووتر تانل او اللي هو السايد كالفر بستخدمها علشان املا وافرغ غرفه ايه الحوز. ده مثال بسيط كده للموفابل لوك تشامبر. عندي ده حوض بمزود ببوابات قبل الوحدة الملاحية أو المركب، ببدأ أفتح البوابة دي وأروح جاي محرك فيها المركب تدخل جوه، أقفل أبدأ أحرك الإيه غرفة الحويز دي لحد ما توصل للمنسوب التاني. طبعا هنا الحركة على مستوى مائل، ساعات تبقى الحركة على إيه يعني فيرتيكالي زي ما شايفين هنا كده. طبعا واحد يقول لي يا دكتور ده يعني الكلام ده كله في الاحلام، يعني ازاي احرك الوحده الملاحيه بالميه والكلام ده كله؟ اقول له الكلام ده موجود يعني، بس يعني نوسع الافق بتاعنا والمدارك بتاعتنا شويه. هو يعني الكلام ده مش موجود عندنا في مصر بس، موجود في دول كتير بره، تمام؟ فنشوف مثلا فيديو كده للاهوسه بتاعتنا اللي هي مثال يعني على الأحوسة اللي هي بتتحرك.
نبص يا باشمهندس هنا، هبعت لكم برضو عنوان او اللينك بتاع الفيديو ده عشان الناس تشوفه. ده شكل يعني هنا شوية، في عندي وحدة ملاحية ماشية طبعا هنا طالعة من النفق اهو، عندي وحدة ملاحية وماشية جوه القناة المائية. نقدم شوية نقدم، هبعت لكم اللينكات بس عشان خاطر الوقت بتاع التسجيل. شايفين الوحدة الملاحية هتدخل جوه هنا كده، بعد ما تدخل جوه هتلاقوا في بوابة طلعت من هنا كده قفلت ليا، هي دخلت كده في غرفة الهويس، تمام، اللي هو غرفة الهويس المتحرك الموفابل بيزن. شايفين اهو، اهو في بوابة طلعت اهي قفلت على غرفة الهويس، تمام. هنتكلم عن انواع البوابات دي بالتفصيل بعدين. ادي البوابة قفلت في العمود الخلف، هيبدأ بقى الجزء ده يتحرك، يعني شايفين اهو، شايفين بيتحرك ازاي اهو، المركب ثابتة جوه طبعا متربطة، وشايفين ده الجزء ده هيدور بحيث ان هو يحركها من منسوب لمنسوب اهو، يعني المركب هنا كانت في المنسوب اللي هو الجزء ده كده، هتبدأ اللي هي العجلة دي تلف وترفع المركب لمنسوب اللي فوق، يعني ده شايفين كده عمال يلف اهو، بيلف طبعا ده الأنظمة ميكانيكيا أهو، ده هتبدأ تترفع أهو، ده المركب موجودة هنا، كانت طبعا موجودة في المية وبدأت دخلت جوه واتقفل عليها وبدأت إيه العجلة تلف ويبدأ إيه تطلع الناحية التانية. عشان بس خاطر وقت التسجيل وصلنا إنها طلعت إيه المنسوب بتاع القناة المائية المرتفع. فكل دي أفكار، وفي أفكار تانية كتير يعني ومتنفذة بالفعل. فده شكل القناة أهو، خلاص وصلت تقريبا للمرحلة النهائية. هبعت لكم اللينك بتاع الايه الفيديو ده، تبقوا تشوفوه، ده مثال بسيط كده على الأخوسة اللي هي ذات الايه الأحواض المتحركة. نبدأ بقى نتكلم بالتفصيل عن اللوكوز فيكسد بيز الكلاسيفيكيشن بتاعتها. أول حاجة according to layout أو اللوكيشن بتاعها في البلان، عندي في انسيمتريكال لوك، وده بتبقى بجوار الهيدنج اب ستراكشر زي القناطر وزي الحبارات وزي السدود. فده كده عندي هنا المنشا المائي زي ده مثلا امطره، باجي اعمل جنب منه غرفه الهويس او الهويس بتاعنا. طبعا احنا قلنا ان الاتجاهات للبوابات بيبقى دايما في اتجاه المنسوب العالي، يبقى ده الاب ستريم وده الداون ستريم، والميه بتاعتنا ماشيه بالشكل ده زي ما احنا واضحه في السهم كده. في السيمتريكال لوك ده يعني الحويس المتماسك ده موجود في قناه لوحده، تمام. ده عندنا قناه العرض بتاعها ما كفاش ان انا اعمل منشا ماء اللي هو الامطره واعمل جنب منها الحويس، لا، فعملت قناة جانبية كده علشان خاطر أعمل فيها الأمطرة والمجرى المائي الرئيسي عملت فيه إيه الحوض. ففي الحالة دي بيبقى اسمه إيه سيمتريكال لوك، اللي هي الحوائط يعني بتبقى موجودة إيه في الناحيتين، يعني لو بصيت هنا كده أبص ألاقي إن دي اسمها اللاندنج وول ودي اسمها اللاندنج وول، ومفيش بقى إيه الجايد دي، الجايد دي بتتواجد لما يكون في جنب إيه منشأ أو دور أنسيمتريكال لوك. ده طبعا بلان وكروس سيكشن للانسيمتريكال لوك اللي هو جنب حبار، يعني عند الحبار اهو، وادي عندنا الاير بير، وادي عندنا غرفة الحويس، وادي الحائط الجانبي اللي هو اسمه اللاندنج وول، ده الكروس سيكشن حائط التوجيه، وده الحائط الجانبي، وطبعا في هنا السير كفر جنب الحوار.
طبعا according to تصنيف اللي هو الهويس اللي هو بالنسبة للبيد، في عندنا السين بيد ليفل، يعني البيد ليفل بيبقى ماشي من الأول للآخر تمام. وفي عند وطبعا ده بيبقى ارتفاع الحوائط والبوابات ثابت على كل اللي ايه الحوش كله. في عندنا الديفرنت بيج ليفل اب ستريم وداون ستريم، هذا عندنا الشكل بتاعه بالشكل ده كده. طبعا ارتفاع البوابة هنا وارتفاع البوابة هنا وارتفاع الحوائط هنا وارتفاع الحوائط هنا، ده برضو ديفرنت بيج ليفل اب ستريم وداون ستريم فلو. الشكل هنا اللي هو الاليفيجن، وده البلان الخاص بيه. فلو كان عندي مثلا انت بستخدم الهوسة على التوالي وانت بستخدم الهوسة على التوازي تمام، ده سؤال شهير جدا. فاللوب كان بيكزيست ان بارلل ان كيس اوف انتنسيف ترافيك، لما يكون في عندي مرور الوحدات الملاحية كثير فبعمل الهوسة على التوازي بحيث انها تستوعب ايه الحركة المرورية بتاعتي، الحركة المرورية الملاحية. فاللوب كان بيكزيست ان سيريز وين when the difference between the difference between upstream and downstream water level is higher than 6 meter or when there is a big difference in big level. والهوسة بعملها على التوالي لما يكون في عندي فرق المناسيب أكبر من 6 متر، أو لما يكون في عندي فرق كبير في البيد ليفلز. بعمل إيه؟ زي ما كنت بعمل ستيب اللي هو في الحبار، بعمل لما يكون عندي فرق في المناسيب أكبر من 3 متر بعمل ستيب دوير. فهنا برضه نفس الفكرة، لو كان عندي فرق المناسيب في البيد أكبر من 6 متر، أو في عندي مناسيب برضه فرق المناسيب في الماء أكبر من 6 متر، ببدأ أعمل اللي هو سلسلة من الأهوسة على التوالي. ده شكلها تمام. وعشان أقلل الطول بتاع الحويس، يعني الرسمة دي من الكود المصري، واشتغلت في الكود المصري قال إن أنا بعمل نوع من البوابات ده كده، البوابات المتساندة اللي هي متعارف عليها دايما في الأحوسة، بعملها باللي هو إيه الرولينج جيت، يعني ده كده بعمل مجرى كده في الجنب ده ومجرى هنا في الجنب ده، بحيث إن البوابة تبدأ إيه بدل ما كنت أعمل بوابة متساندة هتاخد ليا طول تمام، لا انا هعمل المجرى دي بحيث ان البوابه تبدا ايه تدخل جواها مباشره، فايه اقلل من الطول الكلي بتاع الحوش وبالتالي اقلل من التكلفه. بعد عندنا بعد الحوش الثاني الثالث الرابع الخامس وهكذا، زي ما شفنا في اول فيديو في قناه بنما، معمول 3 أحوسة في مدخل القناه على احد الحيطات، ومعمول 50 على القناه الثانيه على المدخل بتاع المحيط الثاني. طبعا جزء ده من الكود من الأفضل إن شاء الله الأحد واحد، طالما إن فرق التوازن حدود 6 متر هنزل الفرق عن ذلك، فيحتاج الأمر إلى سلسلة من الأحدثة. ولاحظ أن هذه الأحوث أن البوابات في هذه الأحوث أن البوابات عبارة عن بوابة واحدة بعض حوث تنزلق داخل مجرى مستقل في حالة الفتح التام. طبعا برضه دي صورة عندنا إيه، بس الصورة دي أكيد طبعا مش في مصر، سلسلة من الأهوسة على التوالي. ولا انا دي بعملها لما يكون في عندي فرق في مناسيب المايه او فرق في البيد ليفل. طبعا ده مجرى مائي عشان برضو ايه لو في اي اسماك او في حاجه ايه تمشي فيه. ده شكل برضو زي ما قلنا ده قناه بنما، ده الاتلانتيك اوشن وده الباسيفيك اوشن، وفي عندنا سلسله من الحوثه هنا وسلسله من الحوثه هنا. بس بمناسبة قناة بنما، فالقناة الملاحية يعني بتدر داخل على بنما، فيعني زي قناة السويس كده، فهم عاملين أدي حويس التاني على التوالي، وفي نفس الفكرة برضه عاملين حويس التاني على التوازي تمام. يعني علشان خاطر فرق المناسيب كبير عامل أهوس على التوالي، وفي نفس الوقت عامل أهوس على التوازي عشان خاطر تستوعب الحركة الملاحية الكثيف. ده برضه نفس الفكرة هتوسع على التوازي، بس ده يعني حاجة كده صغيرة يعني. ده برضه صور تانية هتوسع على التوازي والتوالي. طيب ده بالنسبة للوكيشن بقى ريلاتيف تو الجلوتر والرير، أو الوضع الحويس بالنسبة للطريق. احنا قلنا إن أنا بعمل الحويس جنب أمطارة مثلا تمام، فالأمطارة بيبقى فوق منها طريق
تمام. وضع بقى الهويز بالنسبة للطريق ده، في عندي تلات إيه مواضع. أول حاجة اللوك شامبر is totally upstream through، أو اللوك شامبر is totally downstream through، أو إن أنا عندي الرود بيخترق اللوك شامبر، اللي هو الرود باث ثرو ذا لوك شامبر. ده الأشكال بتاعتنا. أول حاجة إن أنا عندي غرفة الهويز كلها upstream الطريق، وغرفة الهويس كلها داون ستريم الطريق، والحالة الثالثة إن هو الطريق بيخترق غرفة الهويس. تمام، كل حالة من الحالات دي لها مميزاتها ولها عيوبها يعني، أو الاتنين دول تقريبا يعني نفس الوضع يعني، بس ده اللي إيه مختلف عنهم شوية. تمام، يعني في احتياطات بعملها هنا وهنا. فنيجي نبص مثلا، لو كان عندي الكوبري بتاعي بيخترق الهويس، تمام، انا عندي هتبقى في ميزه عندي ان هو طول غرفه الهويس هنا اقصر من الحاله دي والحاله دي. يعني لما تيجي تبص هنا خد بالكوا ان عندي الكوبري بيرتكز برضو على الحوائط بتاعه الهويس، فالهويس بينتهي هنا، بس انا لازم همد الحوائط بتاعته الطول ده كله عشان خاطر الكوبري بيرتكز عليه. تمام، فهنا ده اقصر من الحالتين دول، تمام، مع انه اقصر يبقى اقل في التكلفه. جميل، طيب لو انا عندي الحركه يعني مثلا في الحاله دي كده، الميزه بتاعته ان هو بيديني طول حوائط اقصر، وبالتالي التكلفه بتاعته اقل. بس لما يكون عندي مثلا المركب وهي بتعدي من هنا، انا غصب عني لازم اعطل الحركه المروريه اللي موجوده على الكوبري عشان خاطر المركب بتدخل تقف جوه هنا كده، واثناء عمليه الملء واثناء عمليه التفريغ واثناء حركه المركب من وهي جوه لحد ما تطلع بره، فالوقت ده كله الحركه المروريه هنا متعطله. تمام، ففي هنا بقى مفضله، لو كان عندي الحركه المروريه كثيفه وهي الاهم، ما ينفعش ان انا اعمل الوضع ده، لان في الحاله دي الحركه المروريه هتتعطل بالساعات. تمام، لكن لو انا عندي الحركه الملاحيه يعني قليله خالص يعني، وحاجه زي يعني عامل الهويز ده زي على قناه مائيه صغيره، ما فيش مراكب بتعدي، فما فيش مشكله يعني، المراكب تستنى شويه او الوحدات الملاحيه لما يكون عددها قليل ما فيش مشكله، لان انا هيبقى في عندي بقى ايه اقارن ما بين الفلوس وما بين الايه المصالح الناس اللي هتتعطل والحركه المروريه هنا. تمام، لكن هنا بقى يا باشمهندسين، هنا ده الحركة المرورية في الحالة دي والحالة دي ما بتتعطلش قوي، لأن أنا عندي يعني الفترة الطويلة ممكن أقفل فيها اللي هي مثلا بتتعطل عندي، اللي هي فترة الملء وفترة التفريغ، وإن أنا أدخل المركب هنا وأخرجها من هنا، فالعمليات دي كلها هي اللي بتاخد وقت. فأثناء ما المركب هنا، تمام، في الحالة دي أو الحالة دي، انا عندي الكوبري شغال، يعني اثناء فتره الملء وفتره التفريغ والمركب بتدخل جوه وتخرج منه الكوبري شغال، هو بس هيبقى لحظه التعطيل للحركه المروريه وهي المركب ايه معديه بس. تمام، فده له مميزات وده له مميزات وده له عيوب وده له عيوب، وانا المهندس اللي بصمم عندي الاولويه، فاقدر من خلالها اختار الوضع المناسب لي. تمام، ده طبعا زي ما قلنا من شويه البريزنس فلوك شامبر توتال ستريم ريجليتر ويز ذا لو فيلوسيتي. الجزء ده يا باشمهندس لما انا اجي اعمل الحويز بتاعي توتالي اب ستريم او توتالي داون ستريم، لازم اعمل امتداد حتمي للحوائط بتاعتي عشان اقلل من تاثير التيارات المائيه على الوحدات الملاحيه، لان الوحده الملاحيه زي ما احنا شايفين وشفنا في الصور ان انا عندي الحويز ده بيبقى يا دوبك المركب واقفه، تمام، وجنبها متر 2 متر من ناحيه دي، متر 2 متر على اقصى تقدير خالص، يعني اقل حركه للمركب او المركب لو اتهزت وجت خبطت في حيطه من دول هتكسر الدنيا، هتدمر الهويس خالص. وفي فيديوهات منتشره لبعض المراكب برضه على في قناه بنما دمرت الاهوسه، يعني تدمير الهويس بقى ياخد بقى يعني شهور في صيانته، ولو حصل مشكلة في المركب وشحطت أو وقفت أو غرقت، يعني مش غرقت اللي هو بمعنى غرقت يعني في المية، خلاص لو المية دخلت فيها الكلام ده بقى هيقعد بقى شهور عقبال ما نطلع المركب من الحويس ونبدأ نعمل الصيانة بتاعته. تمام، فلازم أقلل تأثير المية
او التيارات المائية على المركب بحيث ان انا اضمن الامان والسلامة للهويس والمركب. وده زي ما احنا شايفين هنا في الصورة دي، ده كله امتداد للحوائط في الامام والخلف عشان اقلل من تأثير التيارات المائية على الوحدة الملاحية، تحافظ بالتالي على سلامتها وسلامة الهويس. تمام، ده طبعا the position has minimum lanes، minimum lanes of the lock that's low cost. قال التكلفة، قال له طول بالتالي قال التكلفة، ده طبعا احنا قلناه. أو ممكن أتغلب على المشكلة بتاعة الحركة المرورية إن أنا أعمل كباري الوي. الجزء اللي بعد كده المين أيتم مطلوب. أول حاجة عندنا اللوك تشامبر، غرفة الهويس، أبعادها عبارة عن الطول في عرض في ارتفاع. يراعى عند اختيار طول الهويس الكلام العرض ده بيبقى يعني واخد صور من الكود، هبعت لكم برضو الفصل الخاص بالهويس من الكود المصري اللي عايز يقراه ويطلع عليه مفيش مشكلة. يراعى عند اختيار طول الهويس أن يسمح هذا الطول بمرور أكبر الوحدات طولا، وكذلك الجرار الذي يستخدم في سحب الوحدات وفي المجاري المائية الكبيرة مثل محور النيل يؤخذ الطول ليسمح بمرور وحدتين، وتستخدم معادلة التلوية في تحديد طول الهويس. الكلام ده كله طبعا يا باشمهندسين يعني معمول من زمان على أساس إن المراكب لما بتيجي تتحرك بتبقى في قاطرة أو في جرار هو اللي بيشدها. فلو عندي مثلا عايزين نطبق المعادلة دي، الطول ده اللي هو طول ده طول كل غرفة الهويس، وده طول الجرار، وده ان وعدد الوحدات الملاحية في طول الوحدة الملاحية. طبعا بسيب مسافة ما بين كل وحدة ملاحية اللي هي الدلتا ال مضروبة في الان اللي هو عدد الوحدات زائد الواحد، وطبعا بضربها في واحد وهو 15% مسافة أمان زيادة ليا. تمام، برضو العرض الكلي بتاع الهويس هيساوي عرض الوحدة الملاحية مضروبة في العدد بتاعها، وهيبقى فيه كلوس طبعا ما بين الوحدة الملاحية والتانية وما بين الوحدة الملاحية والحوائط بتاعة الهويس. فالكلام ده كله الكود محدده بالتفصيل. طبقا للمواصفات المصرية ده عندنا الطراز بتاع الوحدة الملحية بوافر صنادل قطرات مراكب شرعية، الطول بتاعها والعرض بتاعها والغاطس بتاع كل وحدة ملحية. وده مقاسات الهوسة الشائعة في مصر، طبعا كل هوس مناظر للوقوع منه. ده طبعا ده أقل عمق للمية المسموح بيه، بحدد أقل عمق للمية عبارة عن الغاطس زائد في خلوص لازم يبقى فيه تحت. يعني مش معقول عندي مثلا اقل عمق الميه متر وربع وغطس المركب اعمل ايه يبقى متر وربع، لا المركب مش هتمشي هتشحط في القاع، فلازم يبقى فيه ايه خلوص ما بين المركب وما بين الميه او ما بين اسف البيد بتاع القناه. ده شكل كده بيوضح يعني برضو الشكل ده متاخد من الكود هو زي ما هو كده، بس يعني اعذرنا على ان هو مش واضح قوي بس انا هوضحها معاكم. ده الهويس وموجود في الوحدة الملاحية، وهنا كل دي بقى المسافات اللي هي بنسميها الخلوص يعني الكليرانس اللي موجود في كل اتجاه. تمام، ده الوحدة الملاحية اهي، الايه المسافة ما بين المركب والحوار. تمام، الايه ب70 ل 1.5 الانهار، الكلام ده موجود هنا. البي زائد السي، البي اللي هي المسافة من المركب لحد البوابة في الأمام، والسي من المركب لحد البوابة في الخلف. تمام، فالبي زائد السي دي قال إنها بتساوي 1 إلى إيه إلى 5 متر الأنهار ورايحة. الدي الدي هنا اللي هو الخلوص بقى اللي هو الكليرنس ما بين قاع المركب وما بين البيد بتاع القناة أو البيد بتاع الهاوس. تمام، الام دي مسافة بنبدأ نحددها من التصميم ده اللي هو عرض الحيطة يعني. تمام، هنا برضه بيقول إن هو لا تقل عن 2 متر ونص في الأمام والخلف، فيجب تحديدها بحسب الاحتياجات. طبعا عرض الحيطة عرض الحوائط ده هنتكلم فيه في التصميم الإنشائي للحوائط. الجي اللي هي الجروفز اللي هو الجروفز عندنا 40 في 40 أو 30 في 30 اللي بحط فيها يعني لما اجي اعمل صيانه للبوابات وعايز افض الميه من الهويس كله وهعمل صيانه، ببدا ايه احط حاجات في الجروب دي زي بوابات خشبيه كده بحيث ان انا ايه اقفل الميه في الامام والخلف. التي تتراوح ما بين 1.5 الى 2 متر اللي هي المسافه ما بين الجروب والتانيه، والكي اللي هو الطول ده
هو عبارة عن يعني مثلا عندي ده كده طول المصراع بتاع البوابة، يعني لازم افتح البوابة فبفتحها، فانا لازم اعمل لها مجرى جوه الحيطة كده بحيث انها تبات فيها او تقف فيها، تمام، بحيث ان المركب وهي طالعة وهي داخلة ما تخرجش ايه في البوابة وهي مفتوحة. فالكي ده هيبقى برضو بتحدد بناء على طول البوابة اللي هو ابدا احدده برضو بناء على عرض غرفة الحويس، و يعني المسافة بقى او الجزء اللي يعني فيه هنا كي وفي طبعا عرض البوابة وليكن مثلا نص متر، فانا مش هعمل مجرى بس التخانة بتاعتها نص متر، لا هزودها شوية بحيث ان البوابة تبات كلها جوه يبقى في عندي مسافة امان او في خلوص، تمام. فده يعني شكل هنا توضيحي طبعا. وهنا البي الجزء بتاع البوابات بنعمله تخفيض بحدود النص متر، تمام، يعني الجزء بتاع البوابة، الجزء اللي البوابة بتتحرك فيه اهو اهو اللي هو بنحدده يعني الخط ده كده عشان فاصل ما بين المنسوب ده والمنسوب ده، تمام، اهو البي بنعملها في حدود النص ايه متر. أنواع البوابات، البوابات عندنا أشهر أنواع البوابات اللي هو الدبل ليف ميتر سون جيت اللي هو بالشكل ده كده، تبقى مصراع واحد قابل الثاني والبوابتين بيقفلوا بيسندوا على بعض كده تحت تسيير ضغط المية، وقلنا إن اتجاه القفل بتاعهم هو عبارة عن إيه؟ بيبقى في اتجاه منسوب المية العالي. ده شكل بوابة برضو، يعني شايفين حجم البوابة برضو بتبقى بوابة عملاقة. بزود طبعا البوابات بتاعتنا يعني يعني عروق خشبية عشان خاطر تقلل تسريب المية. طبعا عروق خشبية زمان كان الوقت يبقى فيه ايه كاوتش او جوانات، يعني دي اكسسوارات كده لازم نطلع بيها. ده شكل البوابة بالصاج بتاعها اللي هو بتبقى عبارة عن دبابة صمام بصممها زي دوت العناطر كده، لازم التخانة بتاعتها تبقى واحدة، فبعمل البيم بتاعتنا على مسافات مختلفة بحيث إن أنا أحصل على قطاع الأي بيم ده ثابت على طول البوابة كله أو على قطاع البوابة كله، وبجلدها بصاج. وبعدين بحط هنا سيت شانل فوق وسيت شانل تحت، وبحط هنا لوح خشب، وأبدأ أعمل هنا برضه لوح خشبية علشان أفكر الكوبري المسا تبدأ تتحرك عليه. ده شكل توضيحي كده، يعني في الصورة هنا ده المفصلة العلوية وده المحور اللي بتتحرك عليه من تحت، فده شكل توضيحي المحور العلوي وده المحور السفلي. ده برضه مثال زي ما هو قلت أخدت في تصميم البوابة في العناصر، بحط الأي بيمز على مسافات بحيث إن كل أي بيمز يشيل نفس الضغوط اللي جاية عليه من المية أحمال المية، يعني بحيث إن تديني قطاع ثابت ويبقى خانة البوابة ثابتة من أولها لآخرها. ده شكل برضه تفصيل ده للأطوال الطول بتاع البوابة بقدر أحسبه إزاي، والخلوصات يعني أنا زي ما قلت لكم من شوية إن أنا بعمل ده كده المجرى في الحيطة اللي هو البوابة بتبات فيه، تمام. هيبقى طبعا التخانة بتاعة البوابة زائد اللي فيه عندي هنا خلوص وعندي هنا خلوص وعندي هنا خلوص، الكلام ده كله عشان يبقى البوابة سهلة الايه الحركة. فده الطول بتاع البوابة لما احب احسبه احسبه بالتفصيل، لكن وانا بصمم باجي احسب طول البوابة بمنتهى البساطة خالص، ان انا عندي نص عرض غرفة العويس اللي هو بي على 2، هيبقى طول البوابة اللي هو ايه الطول المائل ده كده اللي هو تقريبا بي على 2 على ساين سيتا على 2 اللي هو الزاوية دي اللي هي هنا مسمينها الالفا او ايا كان ده اسمها. في نوع تاني اللي هو الرولينج جيت اللي احنا قلنا عليه من شوية، بيستخدمه في الحويس لما يكون عندي حويس على التوالي. ده عبارة عن بوابة بتتحرك على مطارات وبيبقى فيه هنا مجرى بحيث ان البوابة تبدأ تتحرك ويدخل فيه. ده الحويس المصطاد بسد أسوان القديم، ده عبارة عن طبعا سد، ففي فرق كبير في المناسيب المية، فأنا ما ينفعش أعمل إيه غرفة حويس واحدة، فبدي أعمل إيه حويس التاني التالت لحد ما أوصل إيه بمناسيب المية للداون ستريم. فأدي عندنا أدي أهو منسوب، وأدي نزلنا كام متر وعملنا منسوب تاني وغرفة حويس تانية هنا، ونزلنا كام متر ونعمل حويس تاني هكذا. فده في بوابات هنا على شكل إيه اللي هي الرولينج دي.
في نوع تالت عندنا اللي هو الفولين بيس، ده بشكل واضح اهو، ضابط عند هنا، ببدأ احركها او تبدأ ارفعها بحيث انها تقفل بالشكل ده كده. في الفيرتيكال جيتس اللي هو بتتحرك رأسيا، دي ضوابط حويس مقفولة، ده شكلها لما بتفتح. في الراديال جيتس وده طبعا البوابة الرادية، ومن أشهر بوابات الرادية يعني البوابة اللي هي موجودة على المدخل بتاع الميناء بتاع روتردام، الميناء ده موجود في هولندا، بوابة ضخمة يعني بوابة عملاقة. الجزء اللي بعد كده التايم اوف فيلينج وانتن بلوك، زمن ملء وتفريغ الهويس. في عندنا طرق مختلفة إن أنا أملأ وأفرغ فيها بها غرفة الهويس، تمام؟ يعني ممكن أستخدم شات كالفرت، ممكن أعمل فتحات في البوابة نفسها، ممكن أعمل الاتنين ويا بعض، وممكن أملأ غرفة الهويس نفسه إن أنا أعمل فتحات في البيد بتاع الهويس نفسه، تمام؟ وممكن أعمل كومباينيشن ما بين الحاجات دي كلها. فدي أساليب مختلفة أو تكنيكس مختلفة علشان خاطر أملأ وأفرغ غرفة الحوض، تمام؟ بس لازم أحط في دماغي حاجتين، إن أنا يعني يجب أن تتم كل من عملية الملء والتفريغ بأقصى سرعة مسموح بيها عشان خاطر أزود من كفاءة الهويس، تمام؟ وفي نفس الوقت يعني لازم أقلل من الاضطرابات الناتجة من التيار الماء أثناء التشغيل حتى لا تؤثر على الوحدات الملاحية، ما أنا عندي استعداد إن أنا يعني أملأ غرفة الحوض بسرعة جدا، بس في نفس الوقت هتعمل ليها اضطراب او تعمل ليها فيضانات مائيه هتاثر ليها على الوحدات الملاحيه اللي بدورها هتخلي الوحده الملاحيه تتحرك يمين وشمال وتتارجح وممكن تخبط في الحوائط وتدمر الهويس وتدمر الوحده الملاحيه. فلازم احط ايه الحاجتين دول في دماغي، يعني يجب التوفيق ما بين سرعه المال بحيث ان انا ما ازيدش عن حد معين والضر ليا بالحويس والوحده الملاحيه. طبعا يعني سوست نوت يعني الجدير بالذكر ان الميثود ادوبتنج فيلينج اور امبتنج لوك شامبر ديبند اون ذا جرافيتي تو بي سستينبل اند ايكونوميكال ميثود. يعني ده يقول لازم طريقه ملء وتفريغ الهويس تبقى يعني طرق معتمده على الجاذبيه، لان الهويس ده بيبقى ابعاده مثلا ممكن 200 متر في عرض، مثلا 20 متر في ارتفاع، مثلا 10 15 متر، فبنحتاج كميات كبيره جدا من المايه. فمش معقول هجيب بقى الطرمبات اقعد ايه املى بالطرمبات وافضي بالطرمبات، لا احنا هنقعد يعني ايام متواصله عشان خاطر نملى الحوض، وايام تانية عشان خاطر نفضي الحوض، فكده العمليه ما بقتش ايكونوميكال خالص، تمام؟ فلازم تبقى العمليه عشان تبقى العمليه مستدامه واقتصاديه ان احنا لازم نعتمد على الجاذبيه. طبقا للمواصفات المصرية او الكود المصري هو بيعتمد على طريقتين علشان يملأ ويفرغ غرفة الهويس. اول حاجة اللي هي الدايركت ميثود او الاند سيستم ميثود، في الطريقة المباشرة بيقول هي اما عن طريق برابخ قصيرة بنهاية الحوض وعلى جانبيه، او عن طريق فتحات ببوابات الهويس الامامية والخلفية. وهذه الطريقة اقتصادية وبسيطة وتستخدم في الهويس الصغيرة عندما يكون الضغط الماء اقل من 2.5 متر. الطريقة الثانية وهي الأكثر شيوعا وانتشارا للونجيتيودينال سايد كالفر، تمام؟ طريقة استخدام البرابخ الطولية بحائطي الهويس، وهي عبارة عن برابخ طولية على جانبي الهويس بطول حائطيه، يعني البرابخ بتبقى بطول الحيطة دي كلها وبطول الحيطة الثانية، تمام؟ ويتفرع منها برابخ فرعية تؤدي لحوض الهويس. وتستعمل هذه الطريقة في الأهوسة الكبيرة عندما يزيد ضغط الماء عليه على 2.5 متر، وتعطي هذه الطريقة توزيعا أفضل للمياه داخل الهويس. وللحصول على تيار منتظم داخل الحوض يراعى أن تكون مجموع مساحات الفتحات الجانبية أكبر من مساحة البربخ الرئيسي بحوالي 30-50%. يعني لو عندي مساحة البربخ الرئيسي اللي هو اللونجيتيودنال كالفر وليكن بمتر، تمام، يبقى مجموع الماينور كالفر من واحد متر 30 أو متر ونص، ده علشان خاطر إيه؟ يعني اقلل من تاثير التيارات او احصل على يعني تيار منتظم وهادي داخل غرفه الهويس اثناء الملء واثناء التفريغ.
ده الشكل ده كده يا باشمهندسين، بيوضح عملية اللي هي الاند ميثود او الطريقة المباشرة. بيبقى فيه هنا ادي البوابة اهي، الكالفرت بتاعتك بتبقى موجودة في السراس طول بس، يا دوبك المية بتدخل من هنا تعدي الناحية التانية، من هنا تدخل من هنا تعدي الناحية التانية، واجي افرغ برضه تدخل من هنا تعدي الناحية التانية. تمام، بوابات جانبية اللي هي الكالفرت اللي موجودة عندي في الأمام وفي الخلف بس. تمام، وممكن استخدم مع لو كان عندي التصرفات او الزمن هيبقى طويل، فانا ممكن اعمل فتحات جوه البوابه نفسها تساعد معايا الكالفرت دي في اثناء عمليه المرج، زي ما هي موجوده بالشكل ده كده. انا عندي بوابه فيها فتحتين اهي، وعليها ونش عشان خاطر ايه يفتح الفتحتين دول، زي ما هو موجود ده. ده صورة البوابة اللي هي بتحتوي على الفتحات دي لو ماشي بتاعي. أما الطريقة التانية هي استخدام البرابخ الطولية، عند البرابخ من أول لحد الآخر. تمام، من أول لحد الآخر. وفي عندي هنا إيه زي ما انتم شايفين كده، ده برابخ فرعية أو ماينور كالفرت أو كروس كالفرت، بحيث إنها إيه تعدي المايه من الانتيجرال كالفرت لغرفة الهويس بانتظام، متأثرش ليا على الوحدة الملاحية. ده قطاع عرضي، وهنا البرابخ الطولية موجودة داخل غرفة الهويس. ساعات البرابخ دي ممكن أعملها بره غرفة الهويس، تمام، بس لو اتعملت بره بيبقى تاخد برضه في اعتباري إن في عندي هنا يعني الحيطة من تحت كده فيها حاجة بارزة بره اللي هي البرابخ، عشان خاطر أعمل حسابي في الكليرانس وأعمل حسابي في إيه في التصميم بتاع الهويس من البداية. ده شكل بيوضح يعني صورة بتوضح أدي البرابخ الفرعية أو الكروس كالفر أهي، اللي هي بتعدي المية لغرفة الهويس أثناء عملية الملء والتفريغ. في عندنا 404 type of culvert used to feed and drain the chamber. البرابخ اللي احنا قلناها بس هيبقى لها ايه مسميات، يعني مثلا لو نرجع للصورة بتاعتنا دي كده، الجزء ده كده هنسميه الانلت كالفر، الحته دي لوحدها مع الحته دي كده هنسميه انلت كالفر، يعني الاثنين دول هنسميهم انلت ايه كالفر، والاثنين دول ادي بقى كده الحته دي وادي الحته دي كده من الكالفر هنسميها الاوتليت ايه كالفر، والجزء الطويل ده كله هنسميه ايه اللونجيتيودنال كالفر. تمام، اهو ده كده برضه اللونجيتيودنال كالفر، والبرابخ الصغيره دي كلها هنسميها الايه الماينور كالفر او الكروس كالفر. فده كده الانلت كالفر، ده توضيح يعني له، وباجي اعمل له ما باجي اختار الابعاد بتاعته بتبقى يعني بعمله على شكل مستطيل مثلا، يبقى العرض بتاعه وليكن باكس والواي والارتفاع بتاعه بواي، فانا عندي الواي بتبقى في حدود 1.2 لواحد ونص الايه الاكس. ده اللونجيتودينال كالفرت، واللونجيتودينال كالفرت ده ممكن يبقى موجود جوه الحيطة نفسها أو ممكن يبقى موجود بره الحيطة. تمام، ده كده شكل السايد كالفرت اللي موجود جوه الحوائط، وده شكله لو هو موجود ايه بره الحوائط، ولازم أحط في اعتباري وأنا بصمم إذا كان موجود بره ولا موجود جوه ولا بره. في السايد كالفرت اللي هو الكروس أو الماينور كالفرت، وده الأوتليت كالفرت. تمام، time of filling and emptying look chamber. عايز نستنتج مع بعض العلاقة اللي من خلالها بقدر أحدد الزمن اللازم لعملية المال أو عملية التفريغ. تخيلوا معايا إن دي غرفة الهويس، تمام، أدي مسحوب الماية في الأمام وأدي مسحوب الماية في الخلف، الفرق ما بينهم الـ H كابيتال. تمام، أنا عايز أفضي المية دي بقى، تخيل معايا إن أنا عندي تانك مية وعملت فيه أورفيس بقى، تمام، اللي هي البرابخ سواء كان بقى البرابخ أو زائد البوابات أو البرابخ إيه لوحدها، فالبرابخ ده أنا أعتبرها إنها أورفيس زي ما كنا بندرس في الفلويد ميكانيك، إن أنا عندي فيه تانك مية وفي فتحة من تحت اللي هي الأورفيس وعايز أفضي منها المية. تمام، ده اللي هو الأبعاد بتاع غرفة الهويس، اللي هو العرض بتاعها البي والطول بتاعها ال. تمام، يعني الاريا دي اللي هي الاريا بتاعت التانك بقى او الاريا بتاعت غرفة الهويس اللي هتساوي البي في ال. تمام، انا عندي طبعا وانا بفضل المايه، المايه اللي هتفضل يعني المايه اللي هتنزل من هنا هتعدي من اللي هي ايه الاورفس او اللي هي السايد كالفر او البرامج بتاعتنا. تمام،
فالناس تسترجع بقى الجزء بتاع الفلويد ميكانكس بتاع سنة تانية مدني، تمام. بس هنقول حاجة هنا كده، إن أنا وأنا عندي العلاقة دي ما بين الكالفرت اريا وما بين الزعيم، هو أنا يا باشمهندس لما يكون عندي البوابات بتاعة السايد كالفرت أو المحابس بقى اللي هي الفالفز، تمام، بتاعة السايد كالفرت، تخيل إنك أنت عندك تانك مية وفي محبس، وأنت بتفتح المحبس ده بحيث إن المية تبدأ تفرغ التانك، تفرغ المية من التانك ده، وأنت بتفتح المحبس ده، هل يعني بتدوس على زرار كده المحبس بيتفتح بنسبة 100% مرة واحدة، تمام، ولا بتفتح المحبس تدريجي كده، بتاخد لك مثلا نص دقيقة ولا دقيقة بحيث انك انت تفتح المحبس، بتستغرق وقت في عملية الفتح ده، فأثناء وانا بفتح المحبس ده مش في مية بتعدي برضو، يعني انا وصلت ل 100% من الفتح، تمام، المية بقى هتبدأ تعدي من خلال الفتحة الكلية او الأورفس الكلي، المساحة الكلية بتاعة الأورفس، بس أثناء وانا بفتح كان في مية برضو بتعدي، تمام، يعني المساحة بتاعة الأورفس أثناء عملية الفتح بتختلف تدريجيا، اللي هي الأريا اهي، تمام، أنا عمال أفتح المحبس أهو، المساحة بتبدأ تزيد 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 لحد ما أوصل إيه، إلى الأريا اللي هي الأريا الكلية اللي هي 100% من المساحة بتاعة الكالفاكس، تمام، وبعد كده المساحة بتاعتها خلاص سبت، أنا فتحت بنسبة 100%، تمام، فالزمن ده او الجزء اللي انا بستخدمه في فتح المحابس او قفلها بناخد القيمه المتوسطه بتاعته، تمام، عشان خاطر يعني هي المساحه بتزداد بشكل ايه لينير، فانا هاخد نصه يعني. طيب نيجي للاستنتاج بتاعنا اللي هو انا عندي الكيو هتساوي الاي في الفي، الكيو التصرف اللي هينزل من هنا هتساوي الاريا اللي هي البي في الال اللي هي الاريا، تمام، مضروبه في السرعه اللي هي السرعه، انا ممكن اخد شريحه كده واعتبرها ان هي ايه الدي اتش على الدي تي، يعني السرعه هتبقى الدي اتش على الدي تي، يبقى الكيو اللي هي تساوي الاي في الفي هتساوي الاريا في الدي اتش على الدي تي، تمام، يعني الكيو في الدي تي هتساوي الاريا في الدي اتش، ده التصرف اللي هي الكيو دي اللي هي بتساوي الاي في الفي اللي هو التصرف اللي هينزل من هنا كده، تمام. طيب مش التصرف ده هو نفسه اللي هيطلع بقى من الفتحه بتاعه الاورفس، يعني المايه اللي بتنزل وانت بتفضي التانك، مش المايه اللي بتنزل من التانك هي المايه اللي بتطلع من الحنفيه او المحبس بتاعك، تمام، يبقى انا عندي الكيو هتساوي السي دي في الاريا جذر 2 جي اتش اللي هي دي السرعه بتاعه الاورفس ودي المساحه بتاعه الاورفس ودي ديسشارج كوفيشن، تمام، التصرف ده هو التصرف ده، لان المايه اللي بتنزل هي المايه اللي بتطلع، تمام، يبقى عندي السي دي في الاريا جذر 2 جي في الاتش مضروبه في الدي تي بتساوي الاريا في الدي اتش، نسيب الدي تي هنا لوحدها ونجيب كل دول الناحيه الثانيه مع الدي اتش تحت ونكمل، يبقى الدي تي تكاملها من صفر لتي، وطبعا ايه اللي هيتكمل هنا عندي الواد انا عندي كامل بالنسبه للدي اتش، فالحاجه الوحيده هنا الاتش اللي هي موجوده تحت، تمام، اللي هي جذر الاتش، يبقى الاريا على السي دي في الاريا جذر 2 جي في التكامل من صفر الاتش اللي هي الدي اتش على الجذر الاتش، تمام، اكامل يا باشمهندسين يطلع عليا بالشكل ده كده، هتبقى هنا الاتش اس نص تحت وتطلع فوق تبقى اتش اس سالب نص، تكاملها بزود على الاس واحد واقسم على الاس الجديد، تمام، يبقى اتش اس سالب نص زائد الواحد باتش اس نص، خلاص هتبقى اتش تحت الجذر فوق مقسوم على النص، يعني كاني ضربت ايه في اتنين، تمام، وزي ما قلت لك ده الزمن اهو اللي هو الجزء اللي هو المستطيل ده، تمام، بضيف عليه ايه يا باشمهندسين اللي هو الزمن اللي هو فتح المحابس او قفلها، باخد ايه نص الزمن اللي هو تي على اتنين، ده لما يكون عندي ان انا عندي سايد كالفرت بس، تمام. طب لو انا عندي هستخدم مثلا سايد كالفرت مع اورفس، يعني الاريا دي بقى هتبقى حاجتين سات كالفرت مع الاورفس، تمام، هو نفس الموضوع كله يا باشمهندسين، اشيل الاريا بس بدل ما هي سي دي الخاصه بالكالفر لا احط بقى ايه سي دي في الاريا بتاعه البوابات زائد السي دي في الاريا بتاعه الايه الاورفس او السات كالفر اللي هي مساحه الفتحات اللي هتعدي من البوابات، طالما ده لها ديسشارج كوفيشن لوحدها ودي لها ديسشارج كوفيشن لوحدها، تمام. التايم استيميتد او المتوسط بقى الزمني اللي بستخدمه في العمليه كلها من ان انا احرك المركب من الاب ستريم للداون ستريم،
عندي مثلا وليكن 5 دقائق 10 دقائق اللي هو بملى غرفة الهويس، وعندي دقيقة بفتح فيها الأب ستريم جيت، وعندي مثلا 8 ل 10 دقايق بعدل الوحدة الملاحية من قبل البوابة لحد ما بدخل غرفة الهويس، وعندي دقيقة برضو بقفل فيها البوابة بتاعة الأب ستريم. نفس الفكرة، في عندي 5 دقايق ل 10 دقايق بفرغ فيهم غرفة الهويس، ودقيقة بفتح فيها البوابات بتاعة الداون ستريم، وعندي 6 8 دقايق 10 دقايق أيا كان ده الرقم اللي بعدي فيها الوحدة الملاحية، وعندي في دقيقة بقفل فيها الداون ستريم جيت. يبقى التوتال تايم عندي هو عبارة عن من 28 ل 42 دقيقة. تمام، ده الزمن اللي بتستغرقه الوحدة الملاحية، متوسط الزمن اللي بتستغرقه الوحدة الملاحية للمرور من نقطة للتانية. تمام، دي مسألة نكمل عليها المرة اللي جاية إن شاء الله. فشكرا.